أسعار للأضاحي تتراوح بين 20,000 و35,000 دينار جزائري، هو ما أكده الموالون المتواجدون بسوق المواشي الأسبوعي بولاية سعيدة. راه بيزوج هذا الكبش، باغي نبيعوه بثلاثة يا ربي. الكبش هذا راه لاحق 27، راه الخير تاع ربي يضربك. انخفاض في الأسعار استحسنه المشتري الذي وجد ظلته بعيداً عن جشع السماسرة وكثرة الوسطاء. أسعار معقولة، المواطن البسيط يعيد، الأسعار في المتناول، مليون ونص زوج يقدر المواطن يعيد. لا أجر كل عام كما هاك، مليون ونص تعيد، جوج ملايين تعيد، الخير تاع ربي. أسعار منخفضة للأضاحي كان من المفروض أن يقابلها إقبال كبير من المشترين، لكن حسب الموالين الإقبال ضعيف، ضعف أرجعه إلى الأسواق الموازية التي أضرت بتجارتهم في ظل غياب الرقابة وتقاعس السلطات المحلية. السوق راه باير هنا في سعيدة، ولاية سعيدة. هذا السوق فوضوي، لازم السلطات تدبر راسها، تلم السوق، هذا خاصر عليه شحال من مليار، تخلي فوضوي تسمى ولاية فيها زوج سواق. وحنا هذا السوق راه سبب لنا في خسارة كبيرة، ونتمنى من السيد الوالي يدخل لنا في هذا الأمر، ويقلع لنا هذا السوق تاع الموازية هذا العشوائي هذا. أسعار رخيصة للأضاحي في الأسواق الفوضوية ستمكن المواطن حتما من اقتناء أضحيته، لكن لا يمكن لها أن تحافظ على صحته في ظل غياب الرقابة البيطرية للمواشي التي قد تتسبب في انتشار الأمراض وتصل عدواها له.